محمد كنج رئيس قسم التأديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بالمطار بينضم لنا ليودعنا بتفاصيل أحوالنا الجوية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. عم تتسلى هي وجوزها، قلت له ما بقى احكي معك، قال لها اوكي. قلت له ما بدك تعرف ليه؟ قال لا، انا دايما بوثق بقرارك وبحترمه. ريح عشوي، رح يقول لها ريحتيني، قرار بجنن. استاذ محمد تأسنا، ونحن اكيد بنحترم كلامك واللي هو نوسة توقعات صادقة. تفضل. طقس خريفي مستقر حيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، والطقس مستمر لواحد الشهر، اعتبارا من واحد شهر بنبلش نشهد امطار. الحمد لله. يعني هيك هيك اللي مبينه، لو بعيد المده بس هيك التوقعات. بالنسبه لليوم صافي الى قليل الغيوم، اذا عم نشوف في عندنا تقريبا انخفاض بدرجات الحراره على الساحل، ترتفع شوي على الجبال وبالمناطق الداخلية اليوم. نعم. الكتل يعني الألوان تقريبا دافية شوي علينا. هون عم نشوف الأمطار بعيدة كتير عن منطقتنا. بالصورة الثانية الأمطار بعيدة هيدا الأسبوع، حتكون يعني لواحد الشهر تنبلش نشهد أمطار. طقس بكرة حيكون قليل الغيوم، انخفاض إضافي درجات الحرارة على الساحل بتعود لمعدلاتها الموسمية، وارتفاع بسيط بالداخل والمناطق الجبلية، وحيكون عندنا شوية ممكن شوية رذاذ نهار الأربعاء مع ضباب كثيف. هذا ملخص ثلاثة أيام. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل بين ال 21 وال 31 درجة، ببيروت هلا 23، الرطوبة منخفضة عم تكون بالحدود ال 35% ببيروت هلا. الجبال من 17 ل 31 اليوم، بكره حيكون عندنا انخفاض او كمان ارتفاع بسيط بالمناطق الجبليه، والمناطق الداخليه اليوم بين ال 15 وال 31، بكره ممكن توصل لحدود 32 33. بالنسبه للرطوبه عم تكون بين ال 35 وال 65 على الساحل، منخفضه. درجات الحراره اليوم هي اعلى من معدلاتها على الساحل بحدود الدرجتين، يعني بالعاده بتكون بين ال 21 وال 29، اليوم حتوصل لحدود ال 31. وحال البحر في عنا شوية موج، حرارة سطح المية رجعت دافية، صار 28 درجة. بيبقى نضيف انه ساعة شروق الشمس ساعة صارت الساعة 5:52 والغروب الساعة 4:51، نتيجة تأخير الساعة. نعم، هيدا كل شيء. يعطيك العافية، شكرا لك محمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية.